أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان لا يجب تحريك الخاتم وكذلك الساعة، فما الحكم إذا لم يصل الماء إلى ما تحتها؟ إذا علمت أن الماء ما وصل إلى ما تحتها فاغسل ما تحتها، أما إذا لم تعلم وأنت كملت الماء عليها ومشى نعم ولم تعلم أنه قصر عما تحتها، فالأصل أنه كمل.